هو الدكتور الاستشاري اتأخر ليه كده؟ اه وصل يا فندم خلاص. شكلي. مدام نوال ألف مبروك وحمد لله على سلامتك. الورم اتشال كله. الحمد لله الحمد لله. الحالة بتاعتك دي من أصعب الحالات اللي مرت عليا. اللي حصل معاك ده معجزة بمعنى الكلمة. والمعجزة دي أنت السبب فيها. بسبب صبرك وإيمانك. ألف مبروك. شكرا يا دكتور تعبناك معانا. بعد إذنكم. اتفضل يا دكتور. الحمد لله. يا رب ما أشوف فيكي شر أبدا. ولا أشوف فيكي يا حبيبي. تسلمي يا حنون. علي يا حبيبي. الحمد لله. الحمد لله. ربنا كبير وجبر بخاطرنا. الحمد لله. طب بتعيط ليه؟ دواء الفرح بقى. كفاية عياط بقى كفاية. اكمل بقى. دواء الفرح. وانت بتعيطي؟ لا أخوكي بس. لا. الحمد لله. يلا يلا يا حبيبي. يلا يلا يلا. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. خد ما اقول لك يا فريد. هو انا مش بكلمك؟ خلاص بقى يا علي، قلت لك انا مش عايزه اسمع حاجه. ايه دي؟ معقول على طول خناق ما بتزهقوش؟ عارف انا اخر مره اتخانقت فيها انا ونوال تقريبا ايام الخطوبه. هيقلي كده بعد الشر علينا. انت هتجيب ايامنا زي ايام الولاد دول؟ خلاص قفلوا الموضوع ده بقى عشان الحاجات دي تتحسد يا جدع. والله انا فيها حاجه لله. طب فاكره يا فريده؟ فاكره لما كان نفسي نخلف توينز؟ لا فريده مش فاكره حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتاخرتوا ليه؟ الدنيا زحمة قوي، بقالنا ساعتين في الطريق. انتوا لسه كنتوا بعيد، مبقيناش نشوفكوا غير في المناسبات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عدو؟ ازيك يا دودو؟ دودو مفرهدة. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش بوسة ولا حضن ولا أي حاجة؟ معقول كده؟ يا أختي جرايا يا عم ياسين، عايز تعمل لنا مشاكل كبيرة ولا إيه؟ بوسة بالعافية. أهلاً. خلصة من آدم ترى لنا ياسين؟ ما تخليك في حالك بدل ما صلته عليه؟ بلاش يا حلال، جسد العميل. أنا خلاص بقيت أب. بقول لك يا عدول، صحيح في ماما في واحد صاحبي تعبانة، كنت عايز أبعتها لك العيادة تكشف عليها. مين ده صاحبك؟ مدحت يا ماما. الله يرحمه. طب انا هكلمها اسال عليها. فيك الخير يا حبيبتي. تنورني. طبعا هخليهم يكلموك من العياده يدوا لك ميعاد. لا ده انا هروح معاها كمان. سلام، ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.